لموها وتتعهد انها ما عادش تغلط ونحاولوا قدر الامكان انه نعاونوها باش تنجم تربي هيك الوليد الصغير. وملك الا ام، والام اللي تولد وتجيب ما تلوحش. قبليك حنان قالت ولدي ما نلوحوش، ولدي ما نع... حتى ولو ابوه ما فماش وما تعرفوش وين ابوه ما فماش يا حاج. لا هذه يا حاج خليني نكمل انا يا حاج. قالت ولدي ما نلوحوش، انت ام المفروض ما تلوحش بنتك. انا نعرفك تغدرت ونعرفك الخبر كان كاسح عليك وانت ما حبيتش هذا كل يصير. نعرفك امراه فاضله وامراه طيبه، ونعرف اللي الحاجه راجل طيب وراجل باهي، ونعرف اللي الوضعيه خايبه، ونعرف اللي حاجه الليله اذا كان بنتك ما تحلش عليها الستار تنساها الى الابد. استنى ايش معناتها تنساها؟ كبدة ستار عليك. يقعد يقعد يريدي كبدة تمشيش تموت امها. هذا خلينا نتعذر مره واحده، هي ونايا موت نايا وهي لا بهيجة يا حاج. اقفلت شاي ما نجمش دايخ. واش تلاقي لحبيب؟ شاي من الفجر لحبيب. خلينا نكمل لكم. واش تلاقي؟ خلينا نكمل لكم. البنية هذه كان الليلة ما تحلوش عليها الستار تعتبروا دفنتوها بالحياة. دبر راسها. اسمعوني، المشكلة مش في دبر راسها، المشكلة مش في دبر راسها. المشكلة انتم توا متغشين تقولوا هكا. خلينا نتكلم عادي. والله والله لو كنت هزني توا قطعني الحق. خليني خلتي حليمة، خلتي حليمة حاسة أكثر. خلتي حليمة حاسة. خلتي حليمة غايضتها بنتها. خلينا نتكلم يا حاج. خلينا نتكلم. غايضتها بنتها أكثر منك. خاطر هي أم. غايضتني الكذبة. غايضتني الكذبة. كذبة. تشد صحيح سي يا ولد الحرام. تو نلوجوا عليه، تو نلوجوا عليه. تشد فيه صحيح. مش هي بركه وحطك يا سي علاء تو نلوجوا عليه. شد فيه صحيح. خلينا نتكلم معاك كلمه. والحاكم ما يضيع حد. شد فيه صحيح. ها تعطينا راس الخيط. ما وشد لي البنيه انت ولدها. ها تو نجيبوا انا السيد هذا تو نطلعوه. هاي لا لا واقف ثم تحاليل. اه سي علاء، سي علاء جبنا اللي عنده 70 و50 و60 سنه. كيفاش حكيت لك سي علاء؟ هي خلي خمسه انتوا بعض. كيفاش حكيت لك هي؟ قالت لي عرفت على واحد، عرفت على واحد غربي وهرب. غربي كانت موتي بزداد. كي كذبه انت مالكش باش تقول لك. ما لحقوش في داره. جزء من المشكله حاج هو يحكم يا سي علاء. باهي لحظه انا فهمت الموضوع. هو اللي يحكم يا سيدي. باهي لحظة. هو اللي يحكم في داره حر. ايه هو نحكم حتى قدام رئيسنا. هكا هو حر. هو اللي حر. حر. يا حاج. أنت مساهم في الغلط يا حاج. كيفاش؟ مساهم في كيفاش يا علي؟ هاو باش نقول لك كيفاش مساهم في الغلط. بنية كيما هذيا نورت عينك. نورت عينك. كنت تنجم تخليها في حضنك وتقريها باللي كتب من ربي. وما تخدمهاش في الديار، اسمعني عاد، وما تخدمهاش في الديار. قصرت في حقها ولا ما قصرتش في حقها وفي تربيتها؟ لا لا. قول لي إيه ولا لا؟ نخدم. مسيب عيلتك معاها في تونس. هامل في تونس. سيد على روحه. أنا في التسع سنين. أي. عاونتني بثلاثة شهور. تسع سنين. تسع سنين ثلاثة شهور هاي يوم. مش مش في المعاونة تسع شهور. ولدي نحن لا نسألوا عنها. يسلم في بنته عمرها تسع سنين. تتكلم ماتت حتى التصوير نتاعها ما تمش مش خبر نداء كيف هي. شو تخيلها ماتت يا حاج؟ هذا كلام هذا. ماتت. فما تقصير من العائلة يا حاج. فما تقصير. كما هي غلطت أنت غلطت. وهاش غلط. لا غلط. قول لي غلط. الظروف خلتكم تسكتوا، والظروف خلتكم تبيعوا بنتكم باش تمشي تخدم في الديار عمرها 9 سنين. والله كان جات عمرها 18 19 سنه صح. طفله قاصر. لا خليني نتكلم عاد. الطفله قاصر عمرها 9 سنين قد دكه ما تعرفش حتى شيء من الدنيا. 9 سنين. توافقوا لي. خلينا نتكلم. شنو هو يلز طفله صغيره باش تغلط وباش تجيب صغير في الحرام وتغلط المره الاولى وتغلط المره الثانيه؟ كان جات فما عائله، كان جات فما بو واقف ولا ما ببناته سامحني يا حاج، وام واقفه ولا ما زارها. ما تعملش الطفله ما معناتها على حسبك انت وعلى حسب كلامك انت. ما البنات الكل هاملين مالا، والبنات الكل عندهم لا ام لا بو. احنا هاملين تو ساعه وعانوا في بيان. لا لا سيدي ثم الهامل وتروح للبيوت. وتروح للبيوت وهكا. لا لا سيدي يا سعاله هي المسايه. بطلتها من القرايه عمرها 9 سنين. اي والله مطلوب من ربي. بعثتها لصفاق استخدم بموافقتك. اي والله شنو انكرت يا حاج توا؟ يا سعاله فهمني عاد. لا لا يا داي خلقه وانت ما زيدش عليا. فهمني نفهم. لا قل لي توا قلت لي ايه قبيله وبعد قلت لي لا. كي روحت نقعت اختي يا حاج. ها
روحت لقاها تخدم عليها. قصرت في تربيتك مع الطفله هذه والا لا؟ وين باش تربيها سي علاء؟ وين باش تربيها؟ قريت هذا عامل في تونس. وين باش تربيها؟ عامل في تونس ما عندك صغير. اما علاش نزل الطفله هذه باش عملت يا حاج؟ اش نزل؟ هذا هو حاج. مثالش راهو كي الكبار نغلطوا نقولوا غلطنا هملنا صغارنا. نغلطوا نقولوا غلطنا. كي ما تلهيتش بيها هملت الطفله. شكون باش تلعب بها؟ شنو شكون باش تلعب بها؟ انتي بوا انتي بوا 9 سنين شكون باش تلعب بها؟ سامحني في 10 11 12 13 اللي هو غابت عليا سي علي تستنتني ولا لا؟ في عمرها لازم شكون يوعاها ويفهمها الدنيا ويعرفها سي علاء. قول لي الظروف ما سالش. قول لي الظروف خايبة. شنو تقول لي ظروفي خايبة؟ كي نخدم عليها ظروفي. قول لي ظروفي خايبة. هاني نغفروا لك الظروف. هاني كي نسمعك نغفر لك الظروف. شبي ما تغفر ليش غلطة؟ ما نغفرش ليه؟ انت مساهم زاد في الخطأ. لا 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 انا قلت لها بري بدعي سي علاء راك مصوار. شوف حتى بدعت شدي خير من هنا. انت ماكي بداتي حتى بدعت شدي بيك. انا حاب نسكر الموضوع هذا. انا بلغت المساج ما نعرفش فهمتوها ولا ما فهمتوهاش. تفضل يا حاج جاقب بحذايا باش نسالك سؤال. اكعب تسنيني؟ نهاية تسنيني تحب انت؟ ما توا اشكون ما كنت اللي تحكم. ايش انت؟ ربي هو اللي يحكم. ايش؟ ما انا ربي راه غفور رحيم. ربي هو اللي يحكم. انت تحكم في دار. نحكم في داري. أيوة. في صغاري هو نحكم في مرض. في صغارك. باهي. أيوة. اقف بحذايا اقف يا حنان. ما نجمش نوقف دار. دخت الزوز. دخت الزوز. باهي اجا يا حاج. شيء مفاجأة وشيء مريض. يا حاج جد. ها يا حاج جد. نعم. سؤالي ليك. نعرف اني مش انت تحكم في الدار. كان جاي لديك. كان جاي لديك بيني وبينك. كان جيت انت اللي تحكم في الدار. البنايه هذه تلمها. تروح بها ولا لا؟ ما نلمهاش. سؤالي ليك يفتح هذا ستار نعم؟ ما يفتحش. شكرا لك مدام على اللقاء. حاج بسلامة. بسلامة. من غير ما يفتح. ليك ربي. بري انت. ليه انا تعبت؟ يعني يكذبوا في الكلام اللي يقولوا فيه. حنان. نعم. فما مشكلتين كبار لهنا. أنه الخطأ اللي عملته عاونوك داركم من الأول باش يحلوه. لكن أنت خذيت المساج بالغلط عاودت مره ثانيه. صحيح هذا ولا وهذا انت قبيليك خبيتو عليا. صحيح هذا قبيله انت خبيتو عليا. صحيح وما حبيتش تقولي. صحيح انا فهمك علاش خبيت عليا وقد نغفر لك كذبتك الثانيه وقد نغفر لك الغلطه الثانيه اللي عملتها. اما هما ما همش قابلين. انا نعرف اللي جزء من المسؤوليه يتحملوها بصح كيسور انه اللي كي نشوف بنيه هملت وخرجت على العائله نرجع سبب لامها وابوها والعائله والوسط العائلي اوتوماتيكمون. دونك تنجم تكون ضحيه العائله انت لكن العائلة. انت ربي اعطاك عقل واعطاك مخ وعمرك 22 سنه توا وانت اليوم كنت قاسيه شويه معاهم وعمرك 22 سنه كنت تنجم زيادة ما تغلطش. الله غالب سي علي. لا ما مش كل غلطه نقولوا لها الله غالب. هاي النتيجه. النتيجه هاو ستار مغلق وما تحلتش المشكلة. ومشكلتك ماهيش مشكلتك أنت برك. هذه مشكلة برشا بنات. صحيح غلطوا. ومعناتها ما لقاوش حل المشكلة هذه. هذه مشكلة. تعني عملوا هكا الحب دارك. باهي. الولاد كيفاش تواكل فيه وتشرب فيه؟ سي علي الجمعية وحبيب ربي عاونوا فيه. والجمعية قداش باش تقعد عندها الجمعية؟ مازال شهر ونص ونخرج. علاش؟ تخرج أنت وتخلي الصغير. ليه ليه سي علي معايا ولدي هما قابليني على خاطر ولدي. تخرجوني باش تمشي بيا. هما يعطوني فرش ولازمني أنا نخرج نخدم وأنا ما نجمش نخدم خاطر عندي السكر ندوخ في كل لحظة ندوخ. إيه ما وداوي السكر فما دواء يتعطاه السكر باش تاخذ في الخرابش. اي دونك ما معناتها وديزا مرض نفساني باش يهزوني للبسيكولوج باش نعدي على اعصابي. اي باهي هذاك متفاهمين فيه. لا معناتها قصدي انت معناتها الجمعيه مش باش يقولوا لك اخرج الا ما تخرج تخدم. باهي احنا تو نكلموا الجمعيه. اسمع تو نشوفوا جمعيه اخرى تنجم تعاونك في اي جهه من الجمهوريه يقبلوك انت وصغيرك وهذايا تو نتبعوه. دونك مش كان الجمعيه هذه سي علي راهي تقبل ام العزيبه ثمش جامعة الرجال ثم حتى لا ما فما طريقة أخرى. لا المرة اللي فاتت مشيت عملت طلة في قرية أكودة في سوسة تاع الصغار اللي يتحطوا الأمهات العازبات. الأم صحيح ما يقبلوهاش لكن ليه أنا سي علي ما نجمش نعيش بعيد على ولدي مستحيل. باهي تنشوفوا مع جمعية من الجمعية ولا مؤسسة من المؤسسات اللي تنجم تقبلك أنت وولدك.
سينو نمنعوا الوليد ومن بعد نشوفوا الحكايه نتاعك انت. سي علي انا ما نجمش نعيش بعيده على ولدي جمله سي علي راه. لا ما اكيد ولا نعمل حاجه في روحي ما نجمش نعيش بلاش ولدي جمله سي علي. ليه ولدي سي علي ما نجمش نعيش بعيد عليه جمله. ما ما تسحبوش يسعفوا فيا يدبر روسهم. احنا ماناش معدوك على صغيرك انا راسي علي علاش قبل به كان عطي فين في الفلوس توا وليت خايب. لا توا سايب فينا منه الموضوع امك وبوك رافضين كومبليتمون. نورمال سي علي. على كل احنا توا شنو ما طيش ولدي فوالا ما قلنا لكش طيش احنا جمعيه امل ديجا باش يحطوني نقرا نتعلم صنعه خاطر انا مانيش طاريه نشكرهم برشا باش يحطوني خاطر قاعده نطلع في بطاقه تعريف ما عنديش هويه ما ينجموش يقيدوني باش يقيدوني في نتعلم هذه حاجه باهيه هذه حاجه باهيه ويلزمك تتصلح زاد انت نعرف سي علي انا شفت ولدي عاد سي علي شوفي ولدي في ربي ما عادش تعاود تغلط لله نعرف وتحاول انك كيفاش بشويه بشويه حتى تلقى حل وتتعلم تبدا حياتك من الاول وجديد المهم ما نكرروش الغلطه مرتين ان شاء الله نسمع عليك الاخبار بها شكرا لك تفضل شكرا لك